السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مع بداية كأس إفريقيا للأمم في دورتها 34 والتي ستجرى في الفترة الممتدة من 13 يناير حتى 11 فبراير، يزداد شغف الجمهور الرياضي لمتابعة المباريات الخاصة بالمنتخبات الإفريقية وخاصة مباريات المنتخبات العربية، وتزداد دائما عمليات البحث عن القنوات الناقلة لهذه المباريات. في هذا التقرير سنستعرض وإياكم المباريات التي سينقلها التلفزيون الجزائري. التلفزيون الجزائري المؤسسة العمومية الجزائرية تمكنت من اقتناء 17 مباراة خاصة بهذا الحدث الكروي القاري، وستعطي الأولوية لمباريات المنتخب الوطني الجزائري. البرنامج سيكون منذ مباراة الافتتاح التي ستكون يوم السبت 13 جانفي، وستواكبها عدة بلاطوهات لتحليل المباريات قبل بين الشوطين وبعد نهاية المباريات، ويكون البرنامج على النحو الآتي: يوم السبت 13 جانفي على الساعة 9 مباراة الافتتاح بين البلد المنظم كوت ديفوار ومنتخب غينيا بيساو برسم الجولة الأولى عن المجموعة الأولى، ويوم الاثنين 15 جانفي برسم الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة، المنتخب الجزائري سيكون في مواجهة منتخب أنغولا، والتلفزيون الجزائري سينقل المباراة بكل حيثياتها. ويوم الخميس 18 جانفي هناك مباراة الجولة الثانية بين كوت ديفوار ونيجيريا على الساعة 6، ستكون أيضا منقولة على القناة الأرضية. نفس اليوم يوم الخميس 18 جانفي لقاء مصر وغانا أيضا في الجولة الثانية، وهي واحدة من أقوى مباريات هذه الدورة. ويوم الجمعة 19 جانفي هناك مباراة السنغال والكاميرون برسم الجولة الثانية أيضا، وواحدة من قمم هذه الدورة المنتظرة. وبعد ذلك يوم السبت 20 جانفي مباراة المنتخب الوطني الجزائري الثانية ستكون يوم السبت 20 جانفي على الساعة 3 بتوقيت الجزائر أمام منتخب بوركينا فاسو. المباراة كما تلاحظون ستكون بعد الظاهرة، الثالثة بتوقيت الجزائر أي الثانية بتوقيت كوت ديفوار. ثم يختتم المنتخب الجزائري مبارياته بالجولة الثالثة يوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 على الساعة 9 أمام المنتخب العربي الآخر منتخب موريتانيا على الساعة 9 في السهرة. وكما تلاحظون مباريات المنتخب الجزائري الثلاث ستكون كلها منقولة على التلفزيون الجزائري، ونعيد التذكير بها: هي الجزائر أمام أنغولا على الساعة 9 يوم 15 جانفي، ثم الجزائر أمام بوركينا فاسو على الساعة 3 يوم 20 جانفي، ثم الجزائر وموريتانيا على الساعة 9 يوم 23 جانفي. وستخصص لها كما قلنا بلاطوهات كبيرة لهذا الحدث. التلفزيون الجزائري كما تلاحظون سيبث 7 مباريات التي ذكرناها، وهي مباريات خاصة بالدور الأول، وممكن أن يحدث عليها تحديثات طفيفة في حالة كانت هناك مباريات قوية في برسم ترتيب، يعني بعد ترتيب عدد الجولات. ثم بعد ذلك سيتمكن الجمهور الجزائري من متابعة 10 مباريات الأخرى والتي ستكون في الأدوار الإقصائية في الثمن النهائي، الربع، النصف النهائي والمباراة الترتيبية، إضافة إلى اللقاء النهائي. وستكون الأولوية دائما لأقوى المباريات الممكن متابعتها في هذا الحدث القاري الذي يستهوي جميع متتبعي الكرة الصغيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لكم على المتابعة وإلى لقاء جديد.